يتميز بحس اجتماعي اختبره منذ أعوام حين كان الإعلام منظاره إلى المجتمع. ما يثيره هو المضمون لا الشكل، والجوهر لا القالب. لذا يحارب كما أعرفه، يحارب شيطان التفاصيل في السياسة وفي الحياة بأسلوب مرن يعزز فيه دفاعه عن العامل في حقوقه وعن صاحب العمل في واجباته. إنه معالي وزير العمل الأستاذ سجعان القزي الذي أدعوه لتسليم الجائزة التالية. مرة تانية مساء الخير بهالسهرة يلي لابد، وإن كنا موجودين بسعادة وفرح وشوق بفضل مارون وفيوليت بلعة، ما إنه نتذكر اليوم اثنين كبار رحلوا من عنا، صباح وسعيد عقل. هودي اثنين ما فينا ما نذكرهم بهالفترة، خاصة إنه هالكبار اللي عم بيروحوا ما عم بيخلوا كبار مثلهم. أنا اليوم سعيد إني أقدم شيء لمؤسسة مهمة ببلدنا، هي إحدى القصائد المصرفية بلبنان، بنك عودي. بنك عودي يلي من خلال عمله المصرفي عم بيقوم بأعمال اجتماعية وإنمائية وبيئية وثقافية وفنية كبيرة، وأكثر من هيك مش بس إدارته وصاحب المؤسسة صاحب المصرف عم بيقوم بهالأعمال، إنما عطى العدوى الجيد الإيجابية لفريق العمل اللي معه، وأبرزهم هزميك خوري الليلة اللي منكرمها من خلال سوشيال ميديا ستريمينج. بقى أنا سعيد إني أقدم تروفي بعد شوي لإلا من بعد ما نكون شفنا الروبورتاج. لحد هلأ صرنا 105، مش رح نوقف هون، حنضل نعطي ونساعد، لأنه الحياة مش بس شغل وبيت. قدرنا نوصل لأكثر من 1000 محتاج وساعدنا 5 جمعيات. بفضل برنامج بي هيرو فور ا داي من بنك عودة فتنا عقلوب كتار. شو إلها معنى الحياة إذا أنت ما بتعطي؟ اسمحولي بالبداية هني مؤسسة First Protocol على جهدها لتضوي على الأهمية للمسؤولية المجتمعية بمؤسسة CSR. مثل ما الكثير منكم بيعرف، المؤسسة المجتمعية طول عمرها بالدي ان اي تبع بنك عودة، قبل بكثير من ما صار بينحكى فيها وبينعطاها أهمية. هالإحساس بالمسؤولية بلش مع مؤسسي البنك ودخل عبر السنين بثقافة بنك عودة، وضلينا اخدينا على عاتقنا. اليوم صار بنك عودة أول مؤسسة مصرفية لبنانية تتبنى وبتطبق أهم معايير دولية، وهي ثالث سنة نصدر فيها تقرير سنوي لمبادراتنا للتنمية المستدامة. من سنة أطلقنا هذا البرنامج اللي شفتوا الكليب عليه، Be a Hero for a Day، بدعم كامل من إدارتنا مثل العادة. ومن خلال روح التطوع بهالبرنامج قدرنا نوصل لعدد كبير من المحتاجين ونرسم بسمة على وجوههم. وبهالمناسبة منحب نشجع جميع المؤسسات على نشر روح التطوع بين أفرادها. نشكر First Protocol وجميع ولجنة التحكيم على هيدا التقدير. شكراً.